يعني ربنا يكتبها لكل مشتاق مع موسم الحج. بالتأكيد في آداب معينة لازم أن الحاج قبل وأثناء الفريضة أن هو يتحلى بها. في حاجات بتبقى مبطلات، في حاجات بتقلل من الأجر. يمكن في كتير مننا عنده خلط ما بين إيه هي المبطلات وإيه هي الحاجات اللي تسقط الفريضة، يعني الفريضة بتقع خلاص أسقطت ما عليك، لكن الأجر بتاعك بيقل. إيه الآداب بتاعة الحج؟ هو ده اللي هنحاول نعرفها ونتعرف بيها من شيخنا الكريم اللي بيشرفنا في الاستوديو، الشيخ بلال خضر، رئيس قسم المتابعة الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب، وربنا يكتب لنا يا رب الحج جميعا. مرحبا بحضراتكم وجمهوركم الكريم. يا رب اكتبها لينا والكل يا مشتاق يا رب هذا العام وكل عام على الدوام يا رب العالمين. يا امين احنا وكل سامعين باذن الله. دي نقطه مهمه اللي اسماء ابتدت بيها، نفرق ما بين المحظورات في الحج وما بين الاخلاق، او نتكلم مساوئ الاخلاق اللي ممكن تقلل من ثواب الحج. تمام. هو حضراتكم في المحظورات دي، هي اللي بيرتكبها هنا ارتكب محظور من المحظورات، وهنا بيترتب عليه انه يقدم هدي او انه هو عليه صيام او غيره، وممكن يصل به الامر الى انه لو مثلا ما حضرش عرفه فكده ما حجش. بخلاف الحج عرفه، الحج عرفه، بخلاف الاداب او الاخلاقيات اللي احنا بنوصي بيها اللي هو في الحج، بنقول له انت في عباده مهمه جدا من العبادات، بل ان هي من اهم العبادات، ان هي عباده اجتمعت فيها القيم والمعاني والمبادئ العليا في الإسلام، قيمة الإخاء، قيمة المساواة، قيمة السلام، كل دي قيم من القيم المهمة جدا توفرت في العبادة دي. فاجتمع الناس من كل اللغات، من كل الأجناس، من كل الألوان، من كل البلاد، اجتمعوا كلهم بلبس واحد، مفيش حاجة تفرقهم أبدا، اجتمعوا كلهم بدون أي تفرقة في المناصب في أي حاجة، اجتمعوا كلهم بيقولوا نداء واحد بس، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كله بلا استثناء في وقت واحد وفي ظرف واحد. العبادة الجميلة دي بنلاقي أهم أدب من الأدب بتاعتها إن إحنا وقفنا مع بعض بالوصف ده، فيش حاجة تفرق حد عن التاني عشان نقول لبيك اللهم لبيك. يبقى لازم فعلا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده أهم أدب وأخلاق يجب أن يتصف بيه اللي بيحج، إنه في كل لحظة يفكر نفسه أنا بعمل ده لله مش لحاجة تانية، أنا بعمل ده علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرضي عني، وده اللي أمر بيه. دي حاجة قلبية. ودي حاجة قلبية طبعا. وربنا أمر بده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأما نكون تعبنا عشان نروح واجتهدنا عشان نروح وفي الموقف ده وفي الظروف دي، يبقى لازم نبقى بنعمل ده لله سبحانه وتعالى. يبقى من الأداب المهمة جدا. كمان نقطة مهمة جدا في العبادة الجميلة دي اللي احنا بنتقرب بيها إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا لم يبح لينا إن هو إن احنا نصطاد الطيور وغيره. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن إيذاء دول، فهل يبيح لينا ان احنا نؤذي بعضنا او نتزاحم او ان احنا نحاول ناخد اللي مش لينا او نحاول ان احنا النقطه دي هسال حضرتك سؤال. بما اننا بنتكلم عن الاخلاقيات في الحج، في موسم الحج بيبقى فيه تدافع، بيبقى فيه زحام. أيوة. في درجه حراره مرتفعه، البعض ممكن يبقى عنده ضيق خلق. هل في الحاله دي لو مثلا اعصابه فلتت، اتنرفز، زعق لحد، هل ده كده يقلل من ثواب الحج؟ وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لما في الآية صريحة الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وربنا لما بيتكلم إن الحاجات دي بيركز عليها، وهنا الرفث معناه الفعل المنكر أو الفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى منعه في اللحظة دي أو في الوقت ده، والقول القول الذي ننكره أو القول الفاحش، ولا فسوق بمعنى المعاصي، ولا جدال بمعنى الكلام، كثر الكلام من الجدال والمماراة وكثرة اللغط وغير ذلك. لما ربنا بيقول إن الحاجات دي مش موجودة في الحج، معناها إن الإنسان في الحج يحاول إن هو لا يتعرض إنه يتكلم مع الناس في أي حاجة ملهاش علاقة بهذه الشعيرة وهذه المناسك. في
ظل الظروف اللي احنا عايشينها من التزاحم والحرارة، هل ده بيبيح للإنسان إنه يبدأ مثلا يتكلم بألفاظ خارجة؟ لا، وإن ده مباشر بينقص من الثواب، وراح رايح يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب المغفرة، وهو بيطلب الرضا والمغفرة بيبقى بيتزاحم، بيبقى بيسيء للناس، فده أبدا غير مقبول، وده عمره ما يكون من أخلاقيات الحق. خلينا ننزل على أرض الواقع، الموضوع مش بيبقى عن قصد خالص. نعم. ولا بيبقى تلفظ إن هو بقى يزعق، لكن اللي هو إيه، بيبقى تزاحم غير مقصود للأعداد الرهيبة اللي بتبقى موجودة، فساعات الواحد أعصابه لا يعني هتوقعني حموق، ودي الوقعة يعني إحنا عارفين بيها. نعم. ما فيهاش ده، فيعني بيبقى طالع الرد الفعل مش مقصود، فهل ده يبطل؟ هل ده بيقلل من الأجر؟ هل ده يعتبر من الجدال ومن الرفثة في الحج اللي هو طبعا اللي هو قول الباطل؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إلا على ما تعمدنا. إنما الحاجة اللي طلعت سهوا واللي طلعت غصب عني واللي أنا ما قصدتهاش، ودي بتبقى حاجات ربنا لا يكلف نفسا فوق طاقتها، ده أولا. النقطة الثانية اللي هو أنا في حاجة اضطريت ليها، فأنا هنا على طول برجع أقول يا رب اغفر لي. احنا في موسم مغفرة طبعا. يعني مش بقول إنه حصل خلاص، أنا لا، بأول ما يحصل حاجة زي كده أستغفر ربنا سبحانه وتعالى وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإحنا ما نشغلش بالنا كتير وإحنا في الحج بإن دي هتنقص أو لا تنقص، نشغل بالنا بإن إحنا هل ربنا قبلنا ولا لا. هل ممكن لو حصل شيء برضو غير مقصود زي أسماء ما قالت كده، إن أنا أحاول أعوض الثواب، مثلا أزود الصدقات، أحسن للغير بشكل أكبر، ده يخلي الإنسان نفسه أهدى في الأوقات دي؟ طبعا كل حاجة الواحد بيحس إنه عملها في الحج أو في الحياة عموما بتبعده عن ربنا شوية، أو يحس إنه هو غلط فيها، لابد إن يرجع بعدها على طول، يرجع لربنا سبحانه وتعالى بأي شيء يستطيع. إحنا بنوصي الحاج وغيره بأن هو يكون لسانه دايما مع ربنا سبحانه وتعالى، بذكر، باستغفار، بصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون لسانه دائما رطبا بذكر الله. هي دي العبادة اللي هي لا تكلف شيئا، أنه دايما يكون مع ربنا، ودايما يستغفر سواء في حاجة أصلا وعمل حاجة أو ما فيش، يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل شيء. سؤال أنا سألته لحضرتك يمكن في الفصل قبل ما نطلع، وحتى قلناه طرحناه في المقدمة، الفارق ما بين مقللات اللي بيقلل من الأجر وما بين مبطلات الحج. المبطلات هي محظورات، حاجات. خلينا نبتدي بالآية الكريمة. تمام. دي مبطلات ولا بتقلل من الأجر؟ في فرق هنا لما ربنا يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هنا معناه الجماع أو العلاقة بين الواحد يعمل علاقة، ودي من مبطلات، دي مبطلات. من المبطلات. وهنا لما نيجي من محظورات، من الأمور المحظورة، ولما تحصل بيبقى لها تصرف تاني خالص. المفهوم. بخلاف إن الإنسان يقول قول فاحش أو قول شتيمة، لا، في حاجة اسمها رفث بس اللي هو القول. أيوة في فعل بيها. وفي فعل في يعني فعل حد شتم شتيمة معينة، حد اتكلم بأسلوب معين من الأسلوب البذيء، هو هنا ده بيحمل نفس الإيحاءات، ولكن ده قولي، ده رفث، لكن بصيغة السب. أيوة، بصيغة السب والقذف أو التكلم في أعراض الناس أو هكذا. هو ده بقى اللي بنتكلم عليه، إن هو قولي، لكن مجرد الزعيق أو النرفزة لا، احنا ده غير مطلوب وده غير مرغب فيه، ولكن مش هو ده، مش دي مبطلات الحج، ومش ديت المحظورات، ده يختلف خالص عن المحظورات. ده ينقص في الأجر، ده ينقص في الأجر والثواب. ربنا يتقبل منا جميعا ويكتبها يا رب لكل مشتاق. فضيلة الشيخ بلال خضر، رئيس قسم المتابعة الإلكترونية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شكرا لوجود حضرتك معانا. شرفت بحضراتكم.